وعيشتنا في القدسان، الضغط اللي بيعانوه أهل القدسان كبير كتير كتير كتير، وإحنا بنموت كل يوم كل يوم. لما اليوم بيقولوا لي بدك تحرق حالك، طبعا بحرق حالي، بحرق حالي لأن إحنا كل يوم بنموت. مسكوني الشرطة وصاروا بدهم يحبسوني، شردت منهم، نزلت لفيت على الدار وحطيت براميل الغاز في الدار والبنزين، وقلت لهم اللي بقرب على داري هان حارق الدار باللي فيها. هدوا المشتل، هدوا معارض السيارات، هدوا محل الكهرباء، هدوا عند الحلاق عندي. أنا هددت اليوم إني أقتل حالي في الدار، بموت أنا، بس إذا بموت أنا بنقذ ناس ما يطلعوش من دورهم، بموت أنا عشان. بلدية الاحتلال اني انا دخلت على الارض وماخذ الارض غصب ومش ماخذ الارض غصب. طب احنا هاي الجيران هاي هم بيشهدوا، هان في عندك اللفاتو، في السعاري، في اللي بوادي الجوز، في اللي بالشيخ جراح تحت، بيعرفونا كلها. احنا عائلة صالحية موجودين هان من سنة 48. مش يخلوا حدا بالشيخ جراح. الهجمة اللي علي أنا صار لها 25 سنة، صار 25 سنة بتعرض لضغوطات إني أبيع الأرض، إني أسلمهم الأرض، عرضوا علي مصاري كتير، ما قبلت أنا. أنا صار لي 25 سنة بس بالمحاكم معهم. أنا ساكن في الدار، أنا ودار أختي ساكنة جنبي وأمي ساكنة جنبي. طب أنا هان دارين، إحنا حوالي 16 واحد، 16 واحد هذا 17 واحد، وين بدي أروح فيهم أنا لأهلي؟ طلعوني وطحوني برا، أنا في الشاكل بجيبتي، لا بقدر أستأجر دار ولا بقدر أسوي. لما هدولي رد محل رزقي، هذا اسمه التهجير عرقي، وبدهم مش يخلوا مسلمين عندنا في القدسان بالمرة. احنا بدنا ارضنا، المصاري هاي ورق، احنا ما بدنا الورق هاي وما بتهمنا المصاري. احنا بناكل خبزة وزيت وزعتر بس منعيش بكرامة، في كرامتنا احنا لا تبين.